تمام. والسؤال الثاني دلوقتي، مثلا في مسجد الإمام اللي بيصلي فيه هو طريقة قراءته للقرآن هي غير صحيحة برضه، ايوه فدلوقتي احنا نقول للشاب من الشباب اللي هو يتبرع باللي هو الإمامة وكده حتى لو ما كانش حافظ لكتاب الله كله بس قراءته صحيحة، هل يجوز ولا لا؟ يعني المفاضلة بين شخص قراءته خطأ لكنه مكثر من الحفظ، وبين مقل من الحفظ لكن قراءته متقنة، كده السؤال؟ الذي قراءته متقنة يقدم. تمام. الله يسلمك.